في حاجة؟ بدور على سجاير. خدي. شكرا. عاملة ايه؟ هو انت في ثانوي؟ معلش انا عارف انا بعمل حركات عيال وكده بس مش قصدي والله. علي انت قصدي ما تبصش في وشي ومتعمد. الموقف بصراحة صعب جدا يا هالة، يعني انت مش طالبة ان احنا نروح تايلاند. ده جواز وخلفة وطلاق، يعني حوار، يعني مش هاجي بكرة اقول لك موافق يعني. انت حر، انا ما قلتلكش وافق او ما توافقش. انت راجل كبير وفاهم وعارف انت بتعمل ايه ومهندس محترم. انت حاسسني ان انا بجري وراك وبقول لك والنبي اتجوزني؟ لا ابدا والله، لا مش كده خالص. انا تقريبا يعني من ساعة ما قلتي لي الحوار ده وانا ما بنامش. لا يا علي، نام براحتك ولما تفكر وتاخد قرار كلمني وقولي. حاضر. مشكلة يا شريف ان مي فاكرة ضدها على طول الطريق، فاكرة بتدخل في حياتها كده وخلاص، مش قادرة تتفاهم انها بكلفها في مصلحتها. يا عم صدق انا عارف. يا عم عارف ايه بس؟ وبعدين لو هي مش متقبلة مني اي كلمة كده فانت ولا انا ما ينفعش تسيبوها، لازم تفهمها ان هي كده بتدمر حياتها. كلامك صح 100%، بس ما ينفعش حد مننا يقرر لها او يزعل منها. هي مش صغيرة ولازم نساعدها في اي قرار هي بتاخده. قرار ايه يا عم؟ يعني تشوف واحدة صاحبتك واقفة في باكابورت زي ده وتسيبها كده وما تنصحهاش؟ يا عمي كلامك صح، بس في الأول وفي الآخر أنا وأنت مش جزء من الاختيار ده. وبعدين أنا مش الشخص اللي ممكن أسيب واحد صاحبي لمجرد إن أنا شايفه ممكن يكون بيعمل حاجات غلط في حياته. طالما الموضوع مش مؤثر عليا أو على علاقتنا تمام، أنا لازم أحترم حريتها. مع احترامي يا شيفو اللي أنت بتقوله ده كله، بس أنا مش مقتنع بولا حرف. بقول لك ايه، انت بطل قفش بس، الطريقه دي مش هتنفع مع مي. مي مش بتاع الضغط. وخلي بالك ان هي ما قدرتش اللحظه الصداقه اللي بينا، مش قادره تفهم برضو ان انا بكلمها عشان مصلحتها. يا حبيبي هي مقدره كويس جدا، بس يعني انت متخيل ان هي ممكن تعمل حاجه هي مش عايزاها؟ انت اللي بتتخيل حاجات غريبه عن مي. الموضوع يعني ان هي مش مساله مش مقدراك او ما بتحبكش، فمش غلط، بس يعني هي لو كانت بتطوعنا يعني في حاجات بسيطة زي إنها تخرج معانا أو الشغل فده مش بكويس خالص. ماشي يا شريف، بقول لك إيه، أنا شكلي صحيتك، أنا هتكل على الله بقى وأمشي. لا لا لا، ده كويس إنك صحيتني، خليتني أشوف الشمس حتى. يا عم شمس مين؟ أنا همشي، مش عايز حاجة؟ لا ينفعك. لا لا، أنت عارف ماليش فيه. يا ابني خد بس هيظبطك في الطريق. خلاص ماشي. يلا، مش عايز حاجة؟ تسلم يا ولدي. افتح يا عم الباب بتاعكوا ده. شكرا. خلاص خلاص، ادخل انت يا معلم. كده كده طالع. سلام. سلام يا حبيبي. ايوه، بقول لك ايه، ماشي خلاص، قشطه، دقيقه كده اطلع، يلا سلام.